ايه اللي شفته بقى من ميشيل يانكم في فتره المعايشه اللي كنت متواجد فيها؟ اولا هو شخص محترم جدا، يعني يمكن هو لما انا قابلته في النادي هو ما كانش يعرفني، فلما لقى الناس كتير جدا بتسلم عليا وكابتن عبد الحفيظ وكده، فهو سلم عليا اللي هو هاي وخلاص ومشي. بعد كده لما رجع فلقى الناس كلها بتسلم عليا، عايز اعرف ده مين بقى. انا عايز اعرف مين ده اللي انا سلمت عليه عادي، يعني المفروض ان انا اكيد في هو قيمه هنا. فالناس قالت له انا مين، وكابتن سيد عبد الحفيظ طبعا اتكلم معاه وقال له ده احنا متربيين مع بعض. يمكن كابتن سيد عبد الحفيظ وحسام غالي وبلال كنا من واحنا صغيرين جيل مع واحد. بعض، جيل واحد عن الكلام ده. وكنا قاعدين في بيت واحد، يعني كابتن سيد عبد الحفيظ حكى له، فالراجل جالي وسلم عليا وطبعا انا بشكره، والمزايا بتاعته ان هو شخص جميل جدا وسلس وعنده خبرات وبيعامل نفسيا كويس جدا الحراس اللي موجوده، بتحس ان هو يعني اب ليك بغير ان هو مدرب كبير جدا. وانا استفدت منه، وتدريباته كلها سامبل جدا، كلها مواقف لعب، مفيش اللي هو يعني انا اتمرنت مع مدربين حراس مرمى كبير كتار وكبار، كل واحد ليه سيستم، لكن هو السيستم بتاعه مختلف جدا، كله مواقف لعب، كله فوت وورك. معلش يا امير لو حتى تقدر تشرح لنا الموضوع ده لانه مهم، الناس عايزه تعرف برضو، لان انا هسالك طبعا السؤال ده. تمام. نجم كبير زيك وحارس مرمى كبير زيك متواجد في عصر صعب جدا وخدت بطولات كتيره جدا في الفتره دي، الشناوي ووصوله لهذه المرحله، عايزين نعرف الاول المدرب بتاعه او المدير الفني للحراس المرمى دايما المدارس ازاي بتختلف؟ بمعنى انت بتقول انا شفت مدارس قبل كده والمدرسه دي مختلفه. انا هتكلم على جزئين، بالنسبه للشناوي نفسه كمستوى وبالنسبه للمدربين اللي هم اتعاملوا معاه. اكيد كل واحد ليه سيستم وكل واحد ليه نظام. لكن انا عايز اقوله ان هو استفاد، اكيد استفاد خبره كبيره جدا، حارس مميز بيأدي مستوى كويس جدا. يمكن هو كمان حتى كان بيحكي لي على المدربين اللي اتعامل معاهم، اتكلم ان هو استفاد كتير جدا. يمكن هو كمان مبسوط جدا مع مستر ميشيل وبيأدي بشكل كويس جدا على المستوى الفني، وكمان هو نفسيا بيعامل الحراس كلها على اعلى مستوى. بالنسبه للشناوي، يمكن الشناوي انا عايز اقول ان هو بيكمل تألق، يعني انا في ناس كتير جدا بتقول لك ان الشناوي تألق في بطوله اليابان، لا الشناوي تألق بقاله 3-4-5 سنين سواء مع منتخب مصر او في النادي الاهلي، تألق في مستويات كبيره جدا في بطولات افريقيا والدوري، وكان ليه دور كبير جدا طبعا مع زمايله اللي موجودين، لكن هو عنصر مهم جدا ومؤثر، كان ليه دور كبير جدا. انا بقول ان هو بيكمل التألق بتاعه، وانا عاجبني جدا على المستوى الشخصي كمان ان هو عقليته وتفكيره والتزامه بره الملعب وجوه الملعب، وفي نفس الوقت شخصيه الشناوي هو الكلام ده من زمان، لكن شخصيته تطورت في حاجات كتيره جدا في العقليه في الالتزام، كل ده ساعده ان هو يتالق. عرف قيمه النادي الاهلي لما بعد عن النادي الاهلي، كان معانا وهو صغير ما كانش ليه فرصه كويسه ان هو يلعب ويتالق، اللي كان طبعا كان فيه حراس مرمى مميزين كانوا موجودين. في نفس الوقت هو لما طلع بره النادي الاهلي عرف قيمه النادي الاهلي، لكن اللي عاجبني فيه ان هو العزيمه اللي كانت جواه، ان هو قال لك انا هرجع النادي الاهلي تاني وان شاء الله هرجع وهبقى رقم واحد. ولما رجع لعب طبعا في الجيش ولعب في الحرس، ولما رجع بتروجيت لما رجع النادي الاهلي كانت الامور صعبه بالنسبه له، التزم وكان يعني فضل يتمرن وفضل مستني الفرصه لحد ما جت له وتالق. فانا طبعا بشكره على الاداء اللي هو ماشي بيه والالتزام بتاعه، شخصيه يعني فعلا كابتن النادي الاهلي وليه دور كبير جدا، فاتمنى له التوفيق ربنا يحفظه. وده طبعا اكيد عامل تاني برضو اساسي ان علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزه اكيد منافسين اقوياء ليه ومعاه مدرب كويس جدا، فانا شايف ان الحته دي في النادي الاهلي حته مميزه جدا، وبتمنى لهم التوفيق ان شاء الله وربنا يحفظهم طبعا بعيد عن الاصابات والحمد يا رب ان شاء الله. لكن كلامنا عن الشناوي هيبقى لسه كتير وقدامنا كتير احنا نتكلم عن الشناوي، خلينا نرجع مره تانية لميشيل يانكو، لانه في النهايه كل الناس بتتكلم عن الشناوي، لكن كيفية تألق الشناوي، المدرسة اللي بيشتغل بيها ميشيل يانكم في، مش عايز أعرف طبعا التدريبات والمش عارف إيه والكلام ده، ولكن الشكل اللي بيشتغل بيه يانكم كشكل مختلف، حضرتك بتقول لنا إن هو شكل مختلف يعني. مختلف يا كابتن إسلام فعلا، يمكن أنا سألته وكلمت معاه في حاجات كتيرة جدا. إحنا اتمرنا من وإحنا صغيرين مع مدربين عظام سواء منتخبات أو في النادي الأهلي ناشئين في الفريق الأول، كل واحد ليه سيستم، كل واحد عارف امتى بيشتغل قوه وامتى بيشتغل قوه مميزه بالسرعه، وليه سيستم في التمرين. لكن انا شايف من وجهه نظري ان هو بيعتمد على مواقف اللعب، ودي مهمه جدا. يمكن عندنا في مش بتشرح مواقف اللعب يعني ايه؟ مواقف اللعب اللي هي مثلا تقفيل الزوايا، ازاي بتقفل الزوايا، ازاي بتعمل سبرنت ورد فعل، وازاي بتطلع الكوره، تقفيل الزوايا كلها من جميع الاتجاهات،
مع حاجات فيها فوت وورك، شغل كله بيحصل في الماتش، مواقف ماتش. كانك بتلعب ماتش، كانك بتلعب مباراه بالظبط. يعني انت بتطلع الكره من هنا عشان الجمهور بس يبقى بتطلع الكره من هنا وبتلعب على رد الفعل تاني لو وقعت منك الناحيه الثانيه، يعني بيشتغل على الفعل ورد الفعل، رد الفعل والفعل. هو موقف لعب مميزه جدا. تاني حاجه، في بعض المدربين بتشتغل ان مثلا لازم تتحط 10 كور تاخد ال 10 كور. لا، هو يقول لك ليه 10 كور؟ هم 5 6 كويس جدا. وبعدين بيقول لك انا لو معايا 4 5 حراس مرمى، انا لازم النهارده الحراس بتشتغل معايا لازم يبقوا مريحين ويكونوا واخدين راحتهم. وكمان المدربين، انت عارف يا كابتن اسلام، بيبقى في تقسيمه او في تكتيك، بيبقى في حراس مرمى بتروح وفي حراس مرمى معايا. طبعا هو يقول لي ان انا النهارده لازم اودي الحارس المرمى اللي يروح في التكتيك او شوط على الجول او تصويب، لازم يروح برده مرتاح عشان يأدي بشكل كويس، ولما يجي لي مرتاح وما يدخلش معايا غير هو مرتاح. هو ليه نظام وليه سيستم. انا شايف من وجهه نظري ده مهم جدا جدا، وخصوصا الحارس المصري، ان انت هو بيشتغل على موقف اللعب، عدد الكور او عدد التصويبات اللي هو بيعملها مش عدد كبير، ما بيهلككش في التمرين، يخليك تستمتع بالتمرين وياخد وانت تاخد الغرض منه. بس في النقطه دي تحديدا، احنا دايما لما كنا بنشوفك بتتمرن، بنشوف عصام بيتمرن، بنشوف احمد عادل، المجموعه اللي كانت الوقت اللي احنا كنا بنلعب فيه، كان دايما بتبقى حاسس ان انتوا بتتمرنوا تمرينه جامده جدا. احنا طبعا قعدنا فتره كبيره مع كابتن ناجي. كابتن ناجي طبعا واحد كبير من اعظم الناس اللي اشتغلت ليه فضل كبير جدا علينا. لكن هو ليه سيستم، هو عارف امتى يحط القوه، عارف امتى يحط القوه المميزه بالسرعه. هو ليه شغل مميز جدا. كان احنا بالنسبه لنا كنا بنشتغل جامد. لكن مستر ميشيل انا شايف ان هو يعني طريقه مختلفه جدا. طريقه اوروبيه، بيريح الناس، طريقه اوروبيه. خد بالك يا كابتن اسلام، يمكن انا كمان من زمان كنت بقعد اتكلم مع كابتن ناجي شويه في الشغل اللي هو بعد 10 سنين اللي هو بيعمله مستر ميشيل ده، او مع المدربين اللي اتمرنت معاهم. كان كابتن ناجي بيعمله من زمان. كان بيعمله من زمان. وفي نفس الوقت انا لما رحت بقى انديه تانية كنت بنقل ده لبعض الكباتن الكبار، اكيد بستفاد منهم. لكن كنا ما يجي طبعاً وقت طبعاً. لما يجي وقت يسمح لي المدرب ان اتناقش معاه، فكنت بتكلم في الحاجات دي من 10 سنين. تمام، من 10 سنين ان انا لازم يبقى، مش لازم 10 كور، لازم يبقى في موقف لعب. فلقيت بعد كده في مدربين بتقابلك فاهمه الكلام ده، تشتغل بالشكل ده. أوكي. وحتى كمان لما الواحد راح معسكرات في اوروبا وشفت ريال مدريد وهو بيتمرن، انا شايف ان مستر ميشيل مدرسه اوروبيه، مدرسه سلسه جدا، وكمان بيتعامل على العامل النفسي كويس جدا. ايوه. ولما بتيجي تشتغل حتى لو اشتغلت بقوه في التمرين ما بيدكش 10 كور يهلكك، لا، يقول لك انا ممكن اديك 5 وممكن بكره اديك 5، مش تفرق معايا ان انا، ما انا ممكن اخد 10 كور تتعور فيهم. فهو بصراحه يعني هو تمريناته سلسه جدا ممتعه، ومواقف لعب ده المهم جدا، لان خلاص انت بتتعامل مع ناس بروفيشنال، ناس دوليه، ناس كبار، فاهم. وبعدين انا اتكلمت معاه كمان ان امتى ادي قوه وامتى ادي قوه مميزه بالسرعه، هل السن الصغير مختلف ولا لا؟ قال لي طبعا من اول السن 14 سنه، من سن 9 سنين 10 سنين لحد 13 سنه ده ليه شغل، وبعد 15 سنه و16 ده شغل تاني اللي هو بتاع الفريستيم والشباب. اوكي. فهو يعني مدرسه مختلفه، بيشغل الحراس مرمى كلهم، سواء هو بيشتغل الحارس، الحارسين التانيين بيشتغلوا معاه. زي ما شايفين كده، زي ما احنا شايفين كده. بيضحك دايما طول الوقت. بيخليك نازل الملعب انت مش متنشن. تتبسط. الحاجات دي مهمه جدا يعني. طبعا مهمه جدا طبعا يا كابتن. هو احنا اتمرنا كتير وناس اتمرنت كتير، لكن العامل النفسي مهم جدا جدا جدا. تدريباته كلها كويسه، بيقعد معاك قبل التمرين، بيشجعك طول الوقت. يجي يقول لك انا لو انا عاوز اعمل 5 6 مثلا تصويبات، لازم الجول بتاعي لو هو عاوز ازيد هو بيتناقش معايا، بتكلم معاه. يعني هو لو قادر اوكي، في جزء ممكن جدا ان انا اتناقش مع ميشيل يعني. بالظبط. هو فاتح الموضوع ده، فاتح الموضوع وسلس جدا. انت حتى كمان لو انت بتتكلم معاه، لا هو قلبه مفتوح، لذيذ، بيضحك. انت كمان يا كابتن اسلام طبعا نجم كبير، وعارف لما كنت بتلعب وتشوف المدرب بتاعك متنشن تلاقي نفسك انت متنشن طبعا، بتاخد اما تلاقي مدرب هادي وبيبتسم انت بتبتسم. هو بينقل الصوره دي كويس جدا مع الحراس مرمى اللي موجودين كلهم، مش واحد بس. بيعامل كل الناس على المستوى النفسي كويس جدا، بيدي كل واحد حقه في التمرين، فبالتالي انت مش عاوز اكتر من كده كلاعب.